بسم الله الرحمن الرحيم. أطفالي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد عن مادة التراكيب للمستوى الرابع لأطفال المستوى الرابع. الموضوع نصب المضارع والجملة المؤولة. إذا خذوا كراساتكم بالصفحة 155. هيئوا كراساتكم. إذا تعرفنا في درس القراءة الوظيفية على الغابة وعلى منافعها، فمن يذكرني ببعض منافع الغابة؟ هيا فكروا. إذا من منافع الغابات أنها تلطف الجو، تزودنا بالأخشاب، وتثبت التربة. حسن جدا. إذا سنلتقي اليوم، شعارنا هو لن نتلف الغابة، لن نتلف الغابة. فهيا خذوا كراساتكم وسأقرأ، تابعوا معي. وصلت إلى الغابة مع عائلتي للاحتفال باليوم العالمي للغابة، فلفت انتباهي لوحة كبيرة كتب عليها أن تكسر أشجار الغابة وتلوثها بالنفايات، فستفقدها رونقها، وستكون أيها الزائر قد هدمت دعامة من دعائم الاقتصاد، فحافظ على غابتك كي تتمتع بها مرة أخرى. حسن جدا. إذا حاولوا قراءتها، ضعوا أصابعكم على الكلمات والجمل. حسن جدا. سننتقل الآن إلى تحليل هذه الكلمات. حاولوا أن تقرأوا هذه الجملة، لا هذه الكلمة، لن نتلف، أن نكسر، كي تتمتع. إذا نحن نعلم أن الفعل المضارع يكون دائما مرفوعا، لكن هذه المرة انظروا إليه، إنه منصوب. لماذا نصب المضارع هنا؟ لأن قبله أداة من أدوات النصب وهي لن. إذا كلما دخلت لن على الفعل المضارع فإنها تنصبه. لننظر إلى الكلمة الثانية، أن نكسر. انظروا إن الفعل المضارع منصوب. لماذا هو منصوب؟ لأن سبقه أداة من أدوات النصب. أن كي تتمتع، انظروا هنا إنه منصوب. بماذا نصب؟ نصب بكي. إذن لن، أن، كي نسميها أدوات ناصبة، لأن تدخل على المضارع فتنصبه بالفتحة الظاهرة في آخره. حسن جدا. إذن هذه أفعال مضارعة صارت منصوبة بأن، لن، كي. حسن جدا. إذا ماذا نستنتج من هنا؟ إذا كيف ينصب المضارع؟ ينصب المضارع الصحيح بفتحة ظاهرة إذا سبقته لن، أن، كي، وإذا. إذا سنقرأ الاستنتاج. ينصب الفعل المضارع الصحيح بفتحة ظاهرة إذا سبقته إحدى النواصب الأربعة التالية، أن، لن، إذن، كي. إذن هذه النواصب الأربعة. حسن جدا. لنذهب الآن إلى بعض التطبيقات. أولا أقرأ الجمل وأبين أداة النصب والفعل المنصوب. حسن جدا. إذن سنقرأ الجمل. لن نذهب إلى النزهة في الغابة. لن نذهب إلى النزهة في الغابة. إذن أين هو أداة النصب أو حرف النصب في الجملة الأولى؟ إذن انظروا هنا إلى هذه الكلمة، لن، إنه حرف ناصب. لن نذهب والفعل المضارع أصبح منصوبا. إذن لن نذهب إلى النزهة في الغابة. يجب أن تنام باكرا. يجب أن تنام باكرا، أين هو أداة النصب؟ إنه أن.
والفعل المضارع أصبح منصوبا. يجب أن تنام باكرا كي تذهب مع رفاقك إلى الغابة. أين هو أداة النصب هنا؟ إنها كي، وأصبح الفعل المضارع منصوبا. حسنا جدا، لننتقل إلى الجملة الثالثة. وفيت بوعدك واجتهدت، إذن تسافر عند عمك. حسنا جدا، إذن أين هو أداة النصب هنا؟ إنها إذن، والفعل المضارع أصبح منصوبا كذلك. حسنا جدا، إذن نستخلص أيضا من هذا التمرين أن النواسخ أو أن الحروف التي تنصب المضارع هي لن، أن، كي، إذن. حسنا جدا، ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. أملأ الفراغ بأحد النواصب. نحن نعلم أن النواصب أربعة. إذا يمنع على المتنزه يحرق الغابة. إذا ماذا سنضع هنا؟ يمنع على المتنزه يحرق الغابة. إذن أن يحرق الغابة. يمنع على المتنزه أن يحرق الغابة. لننتقل إلى الجملة الثانية. ذهبت العائلة إلى الغابة تتنزه. إذا لماذا ذهبت العائلة إلى الغابة؟ كي تتنزه. نمر إلى الجملة الثالثة. وصل المسافر متأخرا إلى المحطة. يركب القطار. إذا هو وصل متأخر، هل سيركب القطار؟ لن يركبه، لن يركب القطار. إذا انظروا هنا، هذه هي النواصب، هذه هي النواصب، نواصب المضارع. إذا أن يحرق، كي تتنزه، لن يركب. حسن جدا. إذا سأعطيكم الآن بعض الأمثلة ستدخلون عليها بعض حروف النصب، وحروف النصب هي أن، لن، إذن، كي. دخل المتعلم إلى القسم. إذا ادخلوا عليها مثلا لن، لن يدخل تلميذه إلى القسم. ذهبت إلى المدرسة أتعلم. ماذا نقول؟ أذهب إلى المدرسة كي أتعلم، كي أتعلم. حسن جدا. الآن كتمرين في المنزل ستقومون بإنجاز هذه التطبيقات بالصفحة 155 وراجعوا الاستنتاج. حسن جدا، نلتقي في حصة أخرى.